كل 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 الحسن يدخل سريعا في أشواء المباراة بنيران صديقة. هدف يوقع عن طريق الخطاب من جانب مدافع فريق الوداد الرياضي أثناء عملية الإبعاد من جانب أشرف داري، تستقر في شباك أحمد رضا التقنوتي وتمنح الهدف الأول لفريق حسن. يتقدر نتابع تنفيذ ضربة الخطاب السوء على مستوى الإبعاد من جانب أشرف داري، يباغت أحمد رضا التقنوتي يباغت مرمى فريق الوداد الرياضي بهدف. هنا نتابع إعادة من زاوية. الهدف الأول رفض لوليد الكرتي بداعي التسرع، لكن الثاني في شباك اسماعيل قاموم بعد لمسة جميلة، بعد اسيست جميل، بعد عرضية على المقاس تستغل من طرف وليد الكرتي الذي يمنح هدف التعادل دقائق قليلة على نهاية الجولة الأولى. لاحظوا عبر الجهة اليسرى العرضية كانت بشكل جميل من طرف محمد الناجم، والناجم أعطى كرة على طبق من ذهب. راسية وليد الكرتي هكذا يا رياسياته، هكذا يا لمسات. عودنا وليد الكرتي على مثل هكذا هدف. الحكم بخطأ هنا، نتابع الانسلال كان من جانب من الاستلام كان من طرف لاعب ايوب الملوكي للفحلي. هنا تقدم، هنا تدخل احمد رضا التقنوتي، والحكم سيعود مرة اخرى ليتشاور مع حكمي الفار بخصوص هذا اللقطة. هل كانت العملية سليمة؟ هل وجود التسلل في اللقطة؟ مع عدم وجود التسلل، هل وجود الخطأ في تدخل احمد رضا التقنوتي ام عدم وجود الخطأ؟ كل الاسئلة الاشويبة ستكون عنها بعد لحظات مشاهدينا الكرام. اذا الاشارة الاولى بركلة جزاء لفائدة عناصر حسنية اكادير وورا التنفيذ يوسف الفحري، لكن قبل ذلك مطالب ينتظر الاشارة، ينتظر التأكيد. هكذا حال كرة القدم مع الفار، لا استئناف للاعب الا مع الإشارة الحكم بعد العودة للفار والاستشارة مع حكم الفار. كيف تأتي الإشارة؟ ما هي الإشارة؟ ما هي الأجوبة التي تقدم؟ هل يتم تأكيد ذلك أم دعوة الحكم للتأكد من الحالة بنفسه ثم بعد ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب بالنسبة لحكم المباراة؟ إذن ركلة جزاء لعناصر حسنية أكادير، التنفيذ سيكون من يوسف الفحلي. فرصة الثاني، جول 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 جول. ابن حي الفرح يفرح الحسنية بهدف ثاني في حدود الدقيقة 57 من نقطة الجزاء الثاني لحسنية أكادير. هكذا تمنى الفريق السوسي مع بداية الشوط الثاني. يأتي الحل هذا المرة من نقطة الجزاء بعدما كان تدخل من أحمد رضا التقنوتي، إسقاط يوسف الفحلي السريع الماكر. هنا متابعة كانت من أحمد رضا التقنوتي لكن لم يتمكن من إبعادها، كاد أن يقف سدا منيعا أمام يوسف. لم يكن يتمنى وينتظر هذا السيناريو. هنا الانسلال من الجهة اليمنى، هنا عملية التحضير للاستلام ثم البحث من أجل استغلال هذا الكرة من عناصر فريق الوداد الرياضي. تسديد الكرة من مؤيد اللافي، يباغتهم واللي أعطى اللقطة واللي أعطى اللمسة وأيوب العملود. عن نتيجة الانتصار، مطالب البحث عن نتيجة الانتصار إرضاء للأنصار. لاحظوا اللي لعبه واسماعيل قاموم، وهنا عملية التحضير كانت بطريقة رائعة متابعة من بكر إيمان. هذه كرة تدرس، هذه تيكي تاكا سوسية بلمسة فنية فيها إبداع، فيها بعض الكرات أشماخ تلعب مقوسة راسية. جول 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 جول. أشرف داري ثاني الكرات التي تسجل براسية أشرف داري، الأولى سجلها في شباك الوداد في شباك أحمد رضا التقنوتي، لكن الثانية يكفر عن خطأ الجولة الأولى ويسجل في مرمى إسماعيل قاموم. أشرف داري يرتقي ويسدد فتعادل. لاحظونا التحضير، ومن حضر ومن أعطى اللمسة هو الناجم، منح له كرة على طبق من ذهب. الارتقاء بالشكل رائع من جانب أشرف داري أمام باتريك مالو، يسجل هدف التعادل، تصبح النتيجة 3-3. ألم أقول لكم المزيد. تحضير من أيمن الحسوني من الجهة اليمنى، البحث عن العرضية من عملوت، فرصة تسديدة. جول جول جول
كول 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 كول. البديل سايمون مسوفا يسكن الكرة في شباك الحسنية بهدف رابع قد يقتل أحلام الفريق السوسي للخروج على قرب التعادل. هو الوداد الذي لا يستسلم بالفعل كذا ذلك في واقعية المرات. فرحة جنونية من حمودة بن شريف ومن البنزرتي في ماكيد يجلس الساكن ربما في حقيقة من جانب مرباح بخصوص أكيد الإضافة التي قد تدار في خط هجوم فريق الوداد الرياضي. لاحظوا كيف لعبت بهذا الشكل. تسديدة ترتطم القيمة الأيسر متابعة من سايمون مسوفا لكن لمسة كل لمسة دائما من أيوب العملود. قلت لكم معنوياته مرتفعة أيوب العملود منح الكرة بهذا الشكل. هنا تسديدة للكرة يسارية ترتد ثم تعود تسددها يحيى عطية. هذا الأخيرة نتابع الانسلال كيف بهذا الشكل. إذا دخول عبد الله حيمود يتم إدخال عبد الله حيمود وخرج أيمن الحسن بالفعل. هنا شفنا التدخل كان ركلة جزاء لفريق الوداد الرياضي. إذا نسير نحو النهاية والوداد يسير لرفع الحصيلة التهديفية بخمسة أهداف. أيوب الكعبي يبحث عن صدارة ترتيب الأهداف في البطولة. با 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 با. سجل بالمقاسيات وأبدع بالمقاسيات، فما بالك أن يختار اليوم أن يرفع الكرة بهذا الشكل بشكل جميل عن الحارس إسماعيل كموم. خمسة مقابل ثلاثة يقص الوداد على فريق الحسنية في ذي المعطية الجولة الثانية. كان الحسنية والذي يبادر ويتقدم، لكن هي الإرادة بالنسبة للفريق الوداد الإرادة الكبيرة اليوم للعودة بالنقاط الثلاثة وبذلك يتمكن من تسجيل خمسة أهداف تحيلنا على